السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سامي السويدي. البودكاست توقعات الجولة السادسة كلاسيكو الإمارات في مباريات مباشرة للفرق المنافسة. قبل ما بعرض عليكم بودكاست، في صفحات عين متميزة، إنسايد العين، منبر العين، إحصائيات عناوية، يوسي وورد، ميونين العين، كلها الروابط بترقونهم في الوصف. التواصل الاجتماعي، الحمد لله اشتريت تذاكر أنا والعيال إن شاء الله بنحضر المباراة. وأن الفوز المباراة بتكون صعبة. تغريد ميانين العين رسمي انتهاء جمع تذاكر مخصصة لجمهور الزعيم. نادي العين أعشق التحدي وأحب مباريات الدربي ربروف. نحن الأبطال وننا نخشى أي فريق في الدوري، مطالبون بإظهار روح القتال وتركيز في جميع مواجهات. سنعمل على الأداء. مشهد آخر ديربي بالفوز بعيدا عن الأحداث التي رافقت. وغرت قبل شوي قلت كلنا ثقة بالمدرب، العتب على الإدارة اللي جابت لاعبين صغار قليلين الخبرة. الحمد لله أن ربروف ياب لاعب خبرة وبفيدنا، بس يحتاج للاعبين يساندون، بالذات لاعب وسط مهاجم. بلاسيوس صغير ويلعب محور، المهدي ارتكاز محترف قليل الخبرة. هذا إن شاء الله في الأيام الجاية بنتكلم أكثر عن التشكيلة، شو يحتاج العين خلال الانتقالات الشتوية. تغريدات متنوعة من سي وورد، اتحاد الرياضي كارت طويلة، وركنيات شعار قمة العين والوحدة. العين دخل عليه فقط 3 أهداف من بداية الموسم، يعتبر أقوى دفاع في دورينا. من اللاعب اللي تتوقع أنه راح يبدع ضد الوحدة؟ أتوقع سفيان رحيمي. تغريدة سدد الوحدة بعد فوزه على النصر، ثاني انتصار على التوالي، ثاني كلين شيت على التوالي، ثاني رباعية على التوالي. تغريد ميانين العين تشكيل متوقع مباراة باكر، هل تشوفونه هاي التشكيل المناسب للمباراة؟ وأنا معك أخوي ميانين العين، أتوقع أنه راح يلعب نفس التشكيل لأن المباراة الأخيرة اعتمد المدرب على هاي العناصر. تغريدة تشكيل الفريق، التشكيل متوقع لقمة الجولة السادسة، هل هذه التشكيل مثل المباراة وما هي الأوراق الرابحة للمدرب سيرجي ربروف؟ تغريدة من عبد الله، أوكراني في الوسط يجدد بندر وخلف السعيد، بيكون فريق متوازن. هلال المهدي مكان برمان، كايو مكان يرمنينكو، يرمنينكو بدال ماثيوس بلاسيوس. يخرج بلاسيوس يدخل سعيد جمعة ويلعب بثلاث قلوب دفاع. هاي التشكيلة بس بتخسر 2-0. من تغريدة أن كايو يدخل بدال بلاسيوس. تغريدة سعيد جمعة أفضل من بندر في التغطية، بلاسيوس نقطة ضعف في الوسط باقي فوق الممتاز. عدي، خالد عيسى، إيريك كوامي، دانيلو سعيد جمعة، المهدي مبارك، يحيى نادر، سفيان رحيمي، بلاسيوس، بندر الحبابي. لا باكوجو، أبغي رأيك بكل صراحة. تشكيلة ممتازة ولكن قناعات المدرب. ما أعتقد أن يرمينيكو بيكون في الاحتياط أو خارج التشكيلة. سعيد جمعة المدرب يفضل بندر لأنه يلعب أظهرة بنزعة هجومية، وهي آخر شيء قناعات مدرب. فبنشوف كيف بيتعامل مدرب سيرجي ربروف، وأهم شيء قرايته لسيناريو المباراة. في بعض المباريات كانت قرايته سيئة، فإن شاء الله يتوفق المدرب في اختيار العناصر وتكون قرايته سليمة بالذات في الشوط الثاني. عن جدة ترتيب العين في المركز الرابع، فارق 3 نقاط عن المتصدر و3 نقاط عن الوحدة، فهاي المباراة بتكون مهمة في مشوار العين للمنافسة على اللقب. لا سمح الله إذا خسر العين راح يبتعد أكثر، وإذا فاز العين راح يتقرب أكثر من المتصدر. المتصدر راح يواجه الوصيف الوصل، فمباريات صعبة للفرق منافسة. خلونا نشوف الحين مباريات الجولة السادسة. في مباريات مباشرة للفرق منافسة، شباب الأهلي الجزيرة، العين، الوحدة، الشارجة والوصل. توقعاتي على السريع للجولة السادسة، تعادل شباب الأهلي الجزيرة، فوز كلب من تحت كلب العين، بنياس، الظفرة، عيمان، على دب الوحدة، النصر، البطايح، خرفكان، تعادل، الشارجة والوصل. اتوقع ان الوحدة والشارجة بتعثرون في هالجولة لان بعد كم من يوم راح يلعبون نهائي كأس رئيس الدولة. هاي مجرد توقعات. خلونا نشوف الحين التشكيل متوقع للمباراة. هذه التشكيلة المدرب اعتمد على هالتشكيلة في اخر المباريات، في حارس مرمى خالد عيسى، وخط دفاع بدر الحبابي، دانيلو، كوامي، إيريك، في الارتكاز يحيى نادر، برمان، في وسط الملعب يرمينكو، ماثيوس، بلاسيوس، سفيان رحيمي، في الهجوم لاباكوجو. الأوراق الرابحة للمباراة، أتوقع المدرب راح يعتمد على هاللاعبين. عن اللاعبين اللي بيعتمد عليهم مثل ما شايفين باللون الأخضر، كايو لاعب جوكر يقدر يلعب جميع المراكز الهجومية، فراح يعطي الإضافة في خط الهجوم.
جوناتان سانتوس مثل ما قلت للمرتدات ولاعب يعطيك الحلول الفردية، فلاح وليد لزيادة لاعبين الارتكاز، سعيد جمعة ورافائيل لتقوية خط الدفاع. إذا المدرب لعب بأسلوب دفاعي يقدر يلعب سعيد جمعة كظهير يمين ورافائيل ظهير يسار، هني الفريق راح يلعب بنزع دفاعي ويعتمد على المرتدات. هذا بودكاست اليوم، أبغى أشوف تعليقاتكم وتوقعاتكم لكلاسيكو الإمارات. المباراة بتكون صعبة على الفريقين وراح تلعب على الجزئيات. بالتوفيق للعين، فوان الفوز، وإن شاء الله نتقرب أكثر من المتصدر. أشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية، في أمان الله.